اليوم راح نبدي باللاب مال بي سي ار اللي هو امتحان باكر. بسم الله نبدي. اول شيء اريد اقول لكم انه هاي الملزمه كلش سهله. اكو هواي طلاب شفتوه مستصعبوها وصعبه وطويله، بس والله العظيم يعني من اسهل الملازم المايكرون اللي شفتها بحياتي حاليا، فلا حد يستصعب، بس اتاكد انه هو دا يسجل. وراح نبدي بسم الله. اول شيء انه البي سي ار، خلي اتعرف عنه، انه هذا البي سي ار انه اني استخدمه للدياجنوسيس، اشخص مثلا يا نوع فايروس يا نوع بكتيريا، بالاضافه انه اني استخدمه للتشخيص، استخدم اذا بي موتيشن، بي اكو طفره صارت ولا اخره. تذكرون اجانا سؤال بالمايكرو اكثر تقنيه اني اعتمد الها، اكثر تقنيه حتى اتاكد من التشخيص كانت البي سي ار والدم، والهذي اللي هي كان الجواب الصح اللي هي البي سي ار. ليش ما قلنا سيرولوجيكال؟ ليش ما قلت الدم؟ لان الدم اني اعرف مثلا دخل فيروس للانسان، ورا فتره راح يتكون الانتيبادي تجاهه، فاني بالدم يمكن ما راح القى الانتيبادي بالبدايه، او مثلا انه هذا الفيروس يكون خاتل جوا الخليه، فبالتالي من يكون خاتل جوا الخليه من اسوي تحليل دم اني اقدر احدد الفيروس؟ لا ما راح احدد، فالجا للتقنيه البي سي ار. فالبي سي ار هي اكثر تقنيه شنو اقدر دايجنوسس، اشخص دايجنوسس انه هذا شنو الفيروس، عرفتوا؟ ليش انه انا احسن من الدم والسيرولوجيكال؟ ليش من اجت من الاختيارات من امتحان المايكرو اختارين البي سي ار؟ لان كان انه البي سي ار اقدر انه كونفيرم اتاكد من مالتي التشخيص، لان اذا على الدم بين ما يطلع الانتيبادي ويحارب الانتيجين الموجود بداخل جسم، ها كل السالفة طويلة، ومرات اكو فيروسات انتراسلولار يعني ما موجودة بالدم. المهم بسم الله راح نبدي المحاضرة مالتنا، وقلت لكم كلش سهلة. انه هاي المحاضره ايش راح يقول لي؟ انه راح احدد النيوكليك اسيد البي بي سي ار، يعني شنو هو؟ اجيب الحامض النووي اللي عباره دي ان اي او ار ان اي، تمام؟ اجيب الحامض النووي راح اجي اشوفه، اسوي له تضخيم وراها اجي اشوفه. ايش دا يقول لي هنا؟ النيوكليك اسيد راح اجي احددها، انه احدد انه هذه انتيجين ديتكتد سيستم، هذا يختلف على من يختلف عن الانتيبادي اللي ادوره بالدم. تذكرون بالدم من نسوي تحليل الدم حتى ندور انتيبادي، هذا انتيبادي ضد فلان انتيجين للمايكرو اورجانيزم، تمام؟ هذا يختلف عنه. ليش؟ انه هذا ايش راح يحدد لي؟ هذا راح يحدد لي المايكرو اورجانيزم نفسه، ما راح يحدد لي الانتيبادي اللي تكون ضد هذا المايكرو اورجانيزم. فشفتوا الاختلاف هنا؟ البي سي ار والهاي التقنيه ابلكيشن النيوكليك احدد الحامض النووي، يختلف انه انا اروح ادور على الانتيبادي بالدم، لا، انه بهاي التقنيه مال بي سي ار راح ادور الحامض النووي مالت من؟ مال الاورجانيزم نفسه، مال مثلا الهربس فايروس، اروح اشوف الحامض النووي مالتها. اوكي. هنا أنا ما بيها شيء بعد، انه هنا انا اريد شنو؟ اريد احدد النيوكليك الحامض النووي مال الفيروسات. عندي شنو؟ مال الفيروس عندي تقنيتين اللي هي ان سايتو هايبرتيزيشن، تمام؟ هايبرتيزيشن، والتقنيه الثانيه اللي هي بي سي ار. فلازم تفرقون. اول شيء انه هنا عندي ان سايتو هايبرتيزيشن راح اجي اشرحها بالتفصيل، والثانيه همتين اشرحها بالتفصيل، بس عرفوا انه بالسايتو هايبرتيزيشن انا شنو؟ هاي تكون فيفو، تكون بداخل الجسم، بداخل النسيج، اروح انا بداخل النسيج، النسيج مو يحتوي على خلايا، اروح بداخل الخلايا مالتي، انا مصانعه البروب مالتي، بداخل الخلايا انا راح هذه. اما البي سي ار شنو اللي يصير للبي سي ار؟ يكون فيترو خارج الجسم، يعني شنو؟ انا راح اطلع الحامض النووي. زين البي سي ار شلون راح اطلع الحامض النووي؟ باعوا تذكرون اول شيء انا عندي جهاز سنتر فيوج، الحامض النووي وين موجود؟ موجود بالوايت بي سي، كريات الدم البيض، تمام؟ اللي وين موجود؟ بكريات الدم البيض. فليش ما موجود كريات؟ كريات الدم الحمر ما تحتوي على دي ان اي ولا اخره. من اسويها بالسنترفيوج راح تروح لهاي كريات الدم البيض متشكل بجزء، اخذ كريات الدم البيض اسوي احللها واخرج الجدار الخارجي مالتها، السيل ميمبرين راح يطلع الحامض النووي مالتي، فاحصل على الحامض النووي. اوكي. فاذا هنا بالبي سي ار شنو؟ طلعت الحامض النووي. اما بالسايتو هايبرتيزيشن انا اروح او ادخل الجينوم اللي انا صنعته، البروب اللي انا صنعته للسبيسيفيك مايكرو اورجانيزم، لازم ادخله بداخل الخليه الموجوده بداخل النسيج، ما طلعت رحت سويت تحليل للخليه ورحت طلعت الحامض النووي، لا، اوكي؟ هاي بالسايتو انا ما هيك شي سويت، انا دخلته، اما بالبي سي ار لا، رحت حللت طلعت الخليه اللي هي الوايت بي سي، ورحت حللت السيل ميمبرين وطلعت الحامض النووي منها، اوكي، شفت الفرق مالته؟ انا عندي تقنيتين، تمام؟ البي سي ار ايش يشمل؟ يشمل ثلاث شغلات وبوقتها راح نحكيها، بس احكيها هسه حتى شنو تظل ببالكم، اللي هي تشمل دي ان اي تنجريشن اند انالينج برايمر اند برايمر اكستنشن، راح اجي اتكلم عليها ماتين بالتفصيل. المهم، زين هسه انا اريد باعوا، انا اريد لازم تفرقون بين التقنيتين، ام السايتيو ام البي سي ار. السايتيو شو تكون؟ تكون بداخل الجسم، تكون فيفو بداخل النسيج، تمام؟ البي سي ار شو تكون؟ تكون فيترو. الشغله الثانيه هاي ليش الجاها؟ ليش الجاها مثلا مرات اكو شنو؟ هاي الجاها لان مرات اكو مايكرو اورجانيزم خاتم، خاصه الفيروسات، اكثر الفيروسات انه تكون تختل بداخل الخلايا، تمام؟ فانا ما اريد اعتمد على انتيجين او شيء، فالجا لهاي التقنيات، اوكي؟
نجي على اليمن راح نحكي وحده وحده بالتفصيل مثل ما اني قلت لكم. نجي على اليمن على اول وحده اللي هي ام سايتو هايبر ريزونيشن. ايش راح يصير بيها وشنو هاي بيها؟ اول شيء انه هي فيفو. شنو هي فيفو؟ ايش راح يصير بيها؟ انه انا راح اجي احضر مالتي، احضر بروب نيوكليك اسيد. نيوكليك اسيد هذا النيوكليك اسيد يكمل لي يعني شيء يكمل لي يعني جزء الحامض النووي للمايكرو اورجانيزم انا ببالي، تمام؟ التاركت نيوكلياي. اوكي اوكي هذا هيك بس كلام بس احكي لكم انه انا راح احضر بهذا. احضر شنو؟ احضر النيوكليك اسيد. انا مو عندي شريطين دي ان اي لازم اكملهن، انا واحد راح احضره. اوكي يحتوي على قواعد نيتروجينيه. وش يسوي لي هذا اللي احضره؟ احضره امي شامي. القواعد النيتروجينيه احضرها امي شامي اي واحد اخلي؟ لا، هاي القواعد النيتروجينيه لازم شو تكمل لي؟ التاركت اللي انا مستهدفته. مثلا مستهدفه الهيربس فايروس. عرفتوا شنو هنا؟ الهايدريزيشن الهايبرتيزيشن. انه انا شنو هذه راح استخدم؟ استخدم بروب نيوكليك اسيد. هذا بروب نيوكليك اسيد اللي انا دا استخدمه ايش يحتوي لي؟ يحتوي لي على قواعد نيتروجينيه، تمام؟ هاي قواعد النيتروجينيه تكمل لي يعني مثلا انه هذا الهربس فايروس عنده نوع قواعد نيتروجينيه تسلسل معين، انا اسوي نفس التسلسل واسوي. عرفتوا شنو راح يصير؟ انه هنا عندي ايش راح استفاد من السايتو هايبرتيزيشن؟ السايتو شنو راح استفاد منه؟ باو. اول شيء راح استفاد منه انفكتد سيل تايب. اوكي انفكتد سيل تايب شنو يعني انفكتد سيل تايب؟ شو اعرف نوع الخليه، تمام؟ اعرف انه نوع الخليه، تمام؟ نوع المايكرو اورجانيزم، تمام؟ نوع المايكرو اورجانيزم، المكان مالته المايكرو اورجانيزم وين قاعد؟ داخل البي سي البي سي هذا البي سي ال تي سي ال الليمف سي ال. المهم اعرف اللوكاليزيشن مالته، اعرف الانفكشن يعني نوع المالتي المايكرو اورجانيزم اللي هو مثلا هربس فايروس او أو هيبيتايتس. أوكي أعرف المكان مالته، إنه هاي التقنية تختلف عن البي سي آر. أعرف المكان مالته وين موجود؟ بداخل بيا خلية هذا المايكرو أورجانيزم خاتل، تمام؟ بالإضافة أعرف هذا الكوانتيتيشن. الكوانتيتيشن اللي أعرف عدد المايكرو أورجانيزم إيش كت موجودة، تمام؟ من راح أحكي بالبي سي آر؟ أكو نوع من البي سي آر هذا ما راح أعرف عدد، بس أعرف إنه هذا موجود بالفيروس أو لا. لحد الآن أنا شنو هذه؟ إيش ده يقول لي إنه هذا؟ إيش راح تعطيني معلومات لما أنا أسوي هاي التقنية؟ إيش راح تعطيني معلومات؟ تعطيني ثلاث شغلات. راح تنطيني سيل تايب ان في اعرف النوع الانفكشن اللي صاب الخليه، يا نوع مايكرو اورجانيزم هيباتايتس هيربس فايروس. الشغله الثانيه راح اعرف اللوكاليزيشن مال مايكرو اورجانيزم، تمام؟ موجود بداخل يا خليه، تمام؟ وثاني شغله ايش اعرف العدد مالته. اوكي كوانتيتيف تتذكروها مع الطب المجتمع، كوانتيتيف كوالتيتيف ام الان معناتها عدد. اوكي يقول لي هنا أنا عندي، يقول لي سايتيو هاي ايش راح تساعدني؟ اساعدني انه انكتيف فايروس الليتنس فايروس الفيروس الخاتل اقدر احدده وين راح يختل. بهاي التقنيه اقدر احدده حتى لو هو خاتل. يعني تخيلوا الانسان سوى تقنيات كلش حديثه في سبيل يدخل يعني دخل خشمه بنص الخليه حتى يعرف الفيروس الخاتل بها. يعني حتى الفيروس من خذل بداخل الخليه مثلا يعني مثلا من البشر الله وكيلكم، عرفتوا؟ انه راح اجي احدد بهاي انه ليتنس ان انكتيف فايروس. اوكي وتكون هاي مماثله سيرولوجيكال ولا اخره. المهم هذا المعلومات المهمة هاي وهاي. أوكي شنو استفاد بيها؟ هذا مجرد كلام زايد لا أكثر ولا أقل عام 1969 ولا آخره. انه نجي هنا عندي انا شنو هماتين شنو راح استفاد منه؟ عيد ويسقل انه اول شيء انه انا شنو راح اتعرف على المايكرو اورجانيزم اللي سبب لي هذا الانفكشن ايجنت. المايكرو اورجانيزم راح اتعرف عليه من هو انت؟ انت هيبيتايتس، انت هذا ما ادري ايش. المهم اللوكاليزيشن وين موجود يا ويل؟ انت وين موجود؟ ثالث شيء راح اعرف انه راح احدد سبيسيفيك دي ان اي سيكويماس ان ذا جينوم ان ذا جينوم اوف ذا سيل. راح احدد سبيسيفيك دي ان اي شنو سيكويماس او شيء يعني باو specific DNA sequences. هاي شنو الجينوم مال مايكرو اورجانيزم؟ تكمل الجينوم مال مايكرو اورجانيزم. اوكي اوكي انه هنا عندي ايش راح يقول؟ انه هاي باعوا هاي التقنيه دام انه هي بها نسيج وخلايا هاي مشروحه ملازم. ما ادري يا ملزمه قالت الدكتوره انه لما اجيب النسيج وافصله ولا اثبتها على السلايد ولا اخره راح يصير ديبرنزيشن بيرمازيشن اند هيدرازينيشن ما ادري ايش كلين بيهنشن. المهم انا لا اريد اعرف شنو هو، انه انا ايش راح اسوي؟ ذا تاركت نيوكليك اسيد سيكويماس وذا انه انا التاركت انه ايش راح اسوي؟ راح اسوي تهجين. تهجين شنو هذا التهجين اللي راح اسوي بين التاركت النيوكليك اسيد؟ خلينا نقول مثلا انا عندي شنو هيربس فايروس، التاركت مالتي هيربس فايروس. اوكي اوكي ايش راح اسوي له هذا الهيربس فايروس؟ راح اسوي له تهجين ويا من؟ ويا دي ان اي انا مصنعته نسميه ار ان اي ار دي ان اي بروب. اوكي هذا البروب من راح يروح يتحد ويا هذا التاركت السبيسيفيك؟ اذا واحد عنده هيربس فايروس راح يتحد وياه هذا البروب. هسه اقول لكم شلون راح يعرف الشخص، بس اريدكم تعرفون الشغله. انا راح اسوي تهجين، هذا التهجين المن راح اسوي التهجين؟ يعني شنو تهجين؟ راح اجي يعني شايف هذول من يزوجون حيوان وبشر؟ لا مو حيوان وبشر. المهم
تهجين يسوون، ما أدري شنو التهجين. المهم التهجين شنو راح يصير؟ التهجين بين التاركت نيوكليك أسيد، الحامض النووي مال الكائن الحي اللي أني مستهدفته. تمام أهجنا ويا من؟ ويا أني اللي مصنعته، البروب الدي إن إيه والآر إن إيه. هذا البروب نيجي شي نقول وراها أجي أشوفها بالمايكروسكوب، إذا البروب ارتبط ويا هذا التاركت مالتي الهيربس فيروس معناته إنه هذا الشخص بداخله بهيربس فيروس. نيجي شي يقول لي هنا عندي، يقول لي أكثر شي أستخدمه بهاي التقنية اللي هو شنو أستخدم ويا البروب؟ أستخدم بايوتون. البايوتون هي عبارة عن صبغة، تمام؟ هاي البايتون هاي صبغة مرتبطة بالبروب. هذا البروب مو راح أهجنه ويا الحامض النووي مال هيربس فيروس، ترى أنا دا أنطي لا التعيين الفيروس مع هيربس فيروس، هذا بصبغة، فأنا راح أعرف راح تطلع الصبغة فأعرف إنه هذا ارتباط، معناته هذا ارتباط ويا من مال فيروس. أوكي. أو الشغلة الثانية إيش راح أسوي؟ إنه مثلاً إنه أنا مالتي مو إنه هجنته ولا آخره، راح أضيف إنزيم. هذا الإنزيم نسميه إنزيم conjugated أوكي ستريبتافايتين. هذا الإنزيم من راح أضيفه أوكي إيش راح يطي؟ راح ينطي لون. لحد الآن لا بها شيء ولا كل شيء. باعوا أريدكم شو تعرفون هنا؟ أول شيء أعرف إنه أنا إيش راح يصير بهذا مال هايدرزيشن. باعوا عندي حامض نووي مال مايكرو أورجانيزم موجود بداخل خلية، مثلا هيربس فيروس قاتله داخل الخلية. هاي البير هيربس فيروس مو بها حامض نووي صح لو لا؟ مو بها حامض نووي. أوكي نيجي أنا إيش راح أسوي؟ راح أسوي أصنع وأهجنه. يعني شنو أهجنه؟ راح أجيب حامض مو مالته، أجيب واحد أصنعه صح، أنا راح أصنع بس لازم شي يكون كومبلمنت يكمل مال هذا الفيروس أوكي؟ اللي هو شنو هذا البروب؟ هذا البروب شلون راح اكشف على انه اذا البروب ارتبط بالدي ان اي مال هذا التاركت مالتي المايكرو اورجانيزم؟ عن طريق اما البايوتين، هاي صبغه البايوتين، بايوتين الصبغه البايوتين، هاي الصبغه من راح ترتبط بيه راح تعطيني لون، تمام؟ او من راح اضيف هذا الانزيم، انزيم كونجكيتد ستريبتا فايدان، هاي ايش راح يصير؟ راح ينطيني كلر. هذا كل ما في الامر، تمام؟ انه هنا عندي هذا البروب مالتي تشوفوه اللي انا مصنعته. اول شيء ايش راح اسوي؟ اول شيء انا راح اجي راح افصل مثلا هذا الدي ان اي حتى افصله، انه هذا الحامض النووي مال الفيروس اكيد متكون من شريطين دي ان اي ولا اخره، شلون اجي افصله؟ عن طريق دينجريشن. اوكي دينجريشن، وراها اسوي هايبرزيشن اند اسوي بروب ديتكت. المهم هذا ما له داعي اوكي، بس اريد احكيكم انه هذا اللي قلت لكم اياه هذا تكفوا بي. بالبي سي ار راح اتطرق اكثر ايش راح يصير اوكي، بس اريدكم تعرفون شغله. اني هنا لما اجيت اني سويت انفليكيشن، اجيت ضخمت الدي ان اي مالتي، ما ضخمته هو نفسه، بس جبت واحد ولزقته بي وحتى احدد. فاذا قالت او اجى سؤال اكو انفليكيشن اكو تضخيم بالهذا مال هاي او مال هذا شو نسميها مال هايبرتيزيشن، ماكو تضخيم اوكي. التضخيم وين راح نلقاه؟ بالبي سي ار. بالبي سي ار راح اضخم الدي ان اي، تمام. هنا أنا عندي راح نجي عليه من عن البي سي ار. قبل كل شيء اول شيء لحظه خلينا نحكي عليه تعريف البي سي ار هو شنو. البي سي ار ان فيترو ميثود، هذاك ابو سايتيو، ابو سايتيو الاول كان فيفو ميثود. يعني انا الفيفو ميثود قلت لكم انا راح ادخله بداخل النسيج بداخل الخليه، اروح للخليه اخلي البروب مالتي اوكي واخلي علامه عليه اذا ارتبط بي. اما هذا ابو الفيترو قلت لكم انا شنو راح احصل عليه؟ راح اطلع الحامض النووي من الخليه. شلون اطلعه؟ اجيب الوايت بي سي، مو اخليها بالسنترفيوج راح تنفصل الوايت بي سي، الوايت بي سي عن الار بي سي والبلازما. هاي الوايت بي سي احلل الغشاء مالته يطلع الحامض النووي، تمام. فايش اسوي؟ اسوي مختبريا، تمام. النيم مالته دي ان اي بوليمريز اوكي، هو تشين من هاي رياكشن. هذا كل شيء ما مهم بيه، انه التعريف مالته، هذا التعريف مالته شو يحتوي لي هذا البي سي ار؟ شو يحتوي لي؟ يحتوي لي على الدي ان اي بوليمريز، تمام. انت يحتوي لي على برايمر. شنو فائده هاي البرايمر؟ راح يضخم لي سبيسيفيك دي ان اي. شنو سبيسيفيك دي ان اي؟ شنو هاي الكلام اللي دا احكي؟ اول شيء انا الطبيعي الشريط الدي ان اي متكون من ايش؟ الدي ان اي متكون من شريطين، هذا واحد وهذا اثنين، شريطين من 3 الى 5، واحد من 3 الى 5، وبيناتهم اكو احماض نوويه مرتبطه باواصل هيدروجينيه، ما ادري اواصل ايش. المهم عندي هذا الشريط دي ان اي اوكي. هذا الشريط الدي ان اي انا اريد اسوي تضخيم من شريط واحد اطلع شريطين، شلون راح اسوي هيجي؟ اول خطوه ايش راح اسوي؟ اسوي دينجريشن. هذا دينجريشن، دينجريشن شنو هاي دينجريشن؟ راح اجي اخلي هذا الشريط بدرجه حراره 94 سيليزي، حتى شنو؟ في سبيل فقط انفصل الشريط، انفصل الشريط، صار عندي شريطين بدل ما كانوا حبايب سويه، اجيت فصلتهم بيش بهاي التقنيه اللي هي شنو؟ خليت درجه حراره 94، شو نسميها؟ دينجريشن اوكي، خليت 94. ورا ايش راح اسوي؟ راح اسوي الخطوه الثانيه، راح اجيب برايمر واقول لكل واحد ازق برايمر. البرايمر باعوا، البرايمر وين الزقه؟
البرايمر ألزقه بالنهاية أم الثلاثة، تمام؟ تمام، أستخدم هنا بالتقنية إيش أستخدم؟ اثنين برايمر، أوكي، وين ألزقهم؟ بالثلاثة، هنا وين ألزقها؟ بالثلاثة، وين أضيف البرايمر؟ باعوا، الدي إن إي منين متكون؟ من إنت ثلاثة وخمسة، نهاية الدي إن إي مو أكو ثلاثة وخمسة تتذكروها بالسادس، أوكي، لما أجي أضيف البرايمر وين راح أضيفه؟ أضيفه بالطرف أبو الثلاثة، تمام؟ أستخدم هنا تو برايمر، أوكي، ضفت البرايمر، ورا هاي البرايمر أنا شنو بس هذه ناقص هذا الشريط، أحتاج إنه يمتد هذا الشريط، شو أسوي؟ أجيب إنزيم، هذا الإنزيم ما أخذته من بكتيريا وبعدين راح أحكي تفاصيله، أخليه يجي حتى شي يسوي لي هذا الإنزيم إكستنت، راح يمدد لي البرايمر يصير على طول مالتي، لحد الآن أنا إيش راح أسوي؟ راح أجيب السكويمس من دي إن إي جزء من الحامض النووي مالتي، أول شيء أنا عندي ثلاث خطوات راح أسويها، أول خطوة اللي هي شنو هي؟ تنجريشن، تمام؟ ثاني خطوة اللي هي أنيلينج، ثالث خطوة إلونجيشن، شنو هاي الخطوة؟ تنجريشن معناتها شنو هذه الخطوة؟ معناتها أنا دا أفصل الدي إن إي عن بعضهم، الدي إن إي مو هو شريط الدي إن إي متكون من شريطين، راح أفصلهم عن بعضهم بدرجة حرارة 94 حتى ينفصلون، فصلتهم، ورا ما فصلتهم راح أجي أضيف لهم برايمر، كل واحد أضيف له برايمر. منين أضيف البرايمر؟ من الاند ثلاثة، من النهاية ومن الثلاثة ضفت البرايمر، هذا البرايمر قصير لازم شنو أسوي له اكستنشن، أجي أسوي له هذا elongation، تمام؟ أمده بواسطة إنزيم راح أتكلم عليه، هذا كل ما في الأمر، أوكي؟ عندي ثلاث خطوات حتى أسوي البي سي آر اللي هي tenturation and annealing، annealing معناته راح ألزق هذا البرايمر، ألزق البرايمر بكل شريط، تمام؟ وين أضيفه؟ أضيفه بنهاية يعني هذا بالثلاثة بطرف الثلاثة، أوكي؟ تعبت، يلا بسم الله، بس اهم شيء ما اتاخر بالهذي، هذا كله ما في الامر. ضاعوا هنا ايش قايل لي؟ انه هاي كلها هاي الثلاث خطوات اللي حكيت لكم عليها، ام التنجريشن اوكي والانالينك والبرايمر اكستنشن، هاي ثلاثتهم ايش اسميهم؟ باسم السايكل، اسميهم باسم السايكلز، اوكي اوكي. انا حتى البي سي ار اتضخم احتاج كم مره اتضخم؟ من 30 الى 40 سايكلز. السايكل الوحده ايش تحتوي لي؟ على ثلاث خطوات اللي هي تنجريشن انالينك، انت ايش تحتوي لي؟ على اكستنشن، تمام؟ انه هاي اللي تحتوي اياها، اوكي. هاي الاشياء اللي تحتوي اياها، لحظه انا هذه شنو غلست على هاي السلايد، اوكي ارجع له. نجي شنو مكونات البي سي ار اللي احتاجها؟ اول شيء احتاج دي ان اي كقالب، مثل ما قلت لكم دي ان اي غير احتاجه منين اجيبه؟ الدي ان اي قلت لكم من الوايت بي سي، احتاج الدي ان اي، وراها احتاج البرايمر، تمام تمام. هذا البرايمر ماني يعني اني اطلعه، هاي الناس يصنعوه بالمختبرات. وراها ايش احتاج؟ احتاج تاك دي ان اي بوليمريز، هذا التاك دي ان اي بوليمريز جايبته من بكتيريا، هاي البكتيريا رحت من بحثت عليها بالمتصفح لقيت براكين، هاي البكتيريا تعيش بأماكن حارة، ليش استخدمت الإنزيم مال هاي البكتيريا؟ هسه أقول لكم يا بكتيريا شنو اسمها؟ استخدمته لأن أنا تتذكرون من قلت لكم أنا راح أستخدم درجات حرارة عالية بالبي سي آر، فلازم أخلي إنزيم يقاوم لي ارتفاع درجات الحرارة، تمام؟ تمام، التاج قالت الدكتورة هذا كلش مهم، من أشوفه هذا إنزيم أخذته من البكتيريا، أوكي؟ وراها ايش احتاج؟ احتاج قواعد نيتروجينيه اللي يقصد بها الثايمين، هذا الادينين، الكوانين ولا اخره. وراها احتاج بي سي ار، بي سي ار بفر، تمام؟ هاي النوكليك اسيد اللي احتاج، الحامض النووي اللي قلت لكم الدي ان اي والار ان اي، احتاج شنو؟ احتاج لهذه، احتاج دي ان اي بوليمريز ستيبل بدرجه الحراره، لان البي سي ار انا راح ارفعها درجه الحراره، مو مال استخدم بوليمريز راح يعني يتأذى بدرجة الحرارة، يا هو اللي استخدمه تاك بوليمريز، هذا منين جايبته؟ كلش كلش الدكتورة قالت مهم، جايبته من هاي البكتيريا اسمها ثيرماس اكويتاكاس، اكويتاكاس تمام؟ ثيرموفيليك اورجانيزم، هذا انه هذا التاك بوليمريز اجيبه من هاي البكتيريا الاكويتاكاس، تمام؟ تمام، ليش جبته من هاي البكتيريا؟ لان لاحظوا هاي البكتيريا تعيش باماكن بركانية، فاستغلوا الانزيم الموجود بداخل البكتيريا في صاحل احنا في تقنية البي سي ار. وراها احتاج تو برايمر، اوليكونيوكليك برايمر، الاوليكونيوكليوتات البرايمر هو عبارة عن شنو برأيكم؟ هو برايمر راح يكمل شريط الدي ان اي، هو الدي ان اي منين متكون؟ من قواعد نيتروجينية، اوليكونيوكليوتات برايمر ايش يقصد بها؟ على الأقل إنه هذا البرايمر كم قاعدة نيتروجينية متكون؟ على الأقل من 10 إلى 40 قاعدة نيتروجينية، تمام، أحتاج بفر اللي هم هذولا، وأحتاج شنو؟ القواعد النيتروجينية. الثايمين، الكوانين، الهادي ولا اخره. نجي على اليمن، نجي على اليمن البي سي ار ستيب، الخطوات شنو راح اسوي؟ البي سي ار، البي سي ار اسوي بثلاث خطوات، اوكي. ايش قد احتاج؟ انا ايش قلت لكم؟ احتاج باعوا من 30 الى 40 سايكلز. شنو هي السايكلز؟ السايكلز الوحده تشمل لي هاي الثلاث خطوات اللي هي تنجريشن، تنجريشن ان تشمل لي الانيليك، ان تشمل لي برايمر اكستنشن، اوكي اوكي. هاي السايكلز الوحده تشمل لي هاي الثلاث خطوات، اوكي اوكي.
فشنو عندي دي ان اي هذه؟ قلت لكم انه انا حتى افصل شريط الدي ان اي احتاج اول خطوه اسويه حتى اسوي بي سي ار، لازم افصل شريط الدي ان اي بدرجه حراره 94 بالسيليزي، وراها شنو الزق عليه البرايمر، الزق عليه البرايمر، هذا البرايمر اللي انا جبته من المختبر. تمام تمام، يقول لي هنا بدرجه حراره ايش راح اسوي؟ راح اقلل درجه الحراره من 94 الى 36 حتى اسمح للبرايمر يرتبط بالشريط. لحد الان انا شنو اول شيء جبت شريط الدي ان اي هذا سويته تنتوريشن، اوكي فصلتهم بدرجه حراره 94، وراح اقلل درجه الحراره 36 حتى اخلي البرايمر انيلينك راح يلزق بالشريط. اوكي اوكي بعد شنو هنا نجد يقول لي انه هنا على شنو يعتمد لي هذا هذا حتى يلزق البرايمر، على شنو يعتمد لي؟ على لينث البرايمر وعلى التركيز مالته المحتويات مال البرايمر ولا اخره. يقول هذا الجي سي اذا كانت هنا اذا كانت هوايه معناته انه البرايمر راح ياخذ وقت قصير حتى يرتبط بالقالب مالته. نجي هاي قلت لكم البرايمر خليته، هذا البرايمر قزومي لازم اسوي له امتداد، اجي اجيب واحد من هنا اسوي له اكستندن، اوكي باستخدام يا انزيم قلت لكم باستخدام الانزيم اللي اخذته من بكتيريا، يا بكتيريا اللي اخذته منها بكتيريا اللي هي ثيرموس اكويتاكاس، تمام اللي هي ثيرموفيليك اورجانيزم، تمام اجي استخدم بالخطوه الثالثه استخدم هذا الانزيم، اوكي استخدم هذا الانزيم، باعوا درجه الحراره 72 سيليزي، ليش؟ لان هذا الانزيم يقاوم لي درجه الحراره، هذا كل ما في الامر. يقول 20 سايكلس يسوي لي مليون. المهم هذا بالسلايد اشتريتكم تعرفون تعرفون اني شي يقول لي انه هنا انا عندي احتاج حتى كميه كبيره ديتكشن، اني احتاج من 30 الى 40 سايكلس حتى شنو حتى اسوي ديتكشن، حتى اسوي اضخم كميه كبيره، لان باعوا اذا عندي بس يعني تضخيم وحده او اثنين ما اقدر اشوفه اني احدد المايكرو اورجانيزم، لازم يعني اكاثره البي سي ار اسوي كل شوي حتى اني احدد اقل شيء اقل شيء احتاج كم سايكلس، احتاج من 30 الى 40. زين هي السايكلس شنو اللي هي عباره عن دي ان اي، افصل شريطين الدي ان اي وراها اجيب برايمر الزك بيهم، وراها اجي اجيب انزيم يمد البرايمر من هنا منا حتى يسوي لي، يعني تخيلوا الشريط الواحد كولي كم شريط؟ كولي شريطين، هذا شريط واحد كولي واحد اثنين شريطين، تمام؟ السايكلس الوحده اذا قلت لكم السايكلس شنو يعني تتكون؟ تكولي هاي الثلاث مراحل، اوكي السايكلس الوحده، انا حتى اسوي ديتكت للمايكرو اورجانيزم حتى احدد هذا هيربس فايروس او شيء على الاقل كم سايكلس مسويه؟ من 20 من 30 الى 40، اوكي؟ يعني من 30 الى 40 ايضا هاي الخطوات. نجي انه الى هنا انا حضرت البي سي ار مالتي ورا هاي المعاناه والسرد والهاي، حضرت البي سي ار هسه لازم اوكي سويت البي سي ار فصل الشريطين وجبت برايمر ولزقته وسويت له اكستنشن صار عندي شريطين وضخمته ولا اخره. هسه اريد اعرف هذا يا اورجانيزم انت جبت الحاضنه وانا اعرفك انت منو، اول شيء ايش راح اسوي حتى احلل هذه؟ ايش راح اجي اشخص؟ باعوا انه هنا ايش راح يقول لي هاي التقنيه اناليسس، انه لازم ان اجي احدد المايكرو اورجانيزم. هذا الجهاز اوكي هاي الكترو فيروسيس، هذا الجهاز جت وايد دكتوره عليا بالفويس بس قالت هذا الكلام اني دا احكي ما مطلوب منكم، بس على الاقل طلعون من المختبر انتوا عارفين تمام، بس انه هذا الكلام اكيد هو راح يجي بالامتحان. هو عباره عن جهاز هو الكتروفيروسيس، هذا الجهاز يحتوي على جل اكروز جل تمام، ويحتوي على هاي الماده ايثيدام بروبيد تمام، انت سيفرد هاي الماده قالت بعدين تسوي سرطانات، فاني من اخلي البي سي ار اللي يحتوي على الدي ان اي راح ينفصل، هاي مو راح ينفصل، راح يجي هذا هاي الماده اللي هي اثيدام بروميت راح تجلب بي اللي هي شنو راح تكون ماده براقه، وفلورنسس راح تجلب بي الدي ان اي، ومن خلالهم راح يعرفون بطريقتهم من خلال السايز ولا اخره. مهم ما اريد ادوقكم بي انه هنا أنا عندي انا حضرت البي سي ار راح اجي احدد عن طريق الالكتروسيفروسيس، هذا الجهاز يحتوي على جل ويحتوي على هذه اثيدام بروميت، اثيدام بروميت من اخلي البي سي ار مالتي الدي ان اي مالتي ايش راح يصير؟ راح ينفصل على حسب السايز مالته، باعوا على حسب السايز مالته راح ينفصل اوكي، وراها راح تجي هاي الماده ترتبط به، وهاي الماده عباره عن براقه ومن ترتبط به ولا اخره. باعوا قاعد تحكي انه هاي واحد سايكلس كونت لي دي ان اي، اثنين سايكلس كونت لي اربعه ضربوها في اثنين اوكي. نجي على اليمين دير اني البي سي ار بانواع، اوكي هذا الجهاز اللي سويته ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي يس او نو، هذا بي فايروس هيربس فايروس يس او نو، بس ما راح يقول لي ايش قد كميه الهيربس فايروس. اوكي اوكي هذا ايش نسميه اللي هو كونفنشنال بي سي ار، كونفنشنال بي سي ار انا عندي اربع عندي خمس انواع من البي سي ار. الكونفنشنال بي سي ار اللي هسه تكلمت عليه هذا شنو؟ هذا كونفنشنال هذا يكون كواليتيف، كواليتيف يعني شنو كميه، يعني ما راح يعطيني كوانتيتيف ما راح يعطيني عدد، بس راح يقول لي هذا
الفيروس يس او نو، تتذكرون من قلنا بالطب المجتمع مال كوالتيتيف نجاوب عليها بيس او نو، هذا الجهاز هماتين يس او نو. التقنيه الثانيه ريل تايم، هاي ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني عدد المايكرو اورجانيزم. اوكي، وراح نتكلم على 5 تقنيات. عندي كم نوع من البي سي ار؟ عندي 1 2 3 4 5، عندي 5 من البي سي ار. اول شيء شنو هاي راح يكون الادفانتج مال بي سي ار؟ يكون سمبل، يكون سبيسيفيك، يكون سريع، يعني بساعتين راح يعطيني النتيجه يا مايكرو اورجانيزم. يكون سنسيتيف، حساس لهاي السبيسيفيك سيكويماس. اوكي، عندي يكون الكوست مالته بالجنيه، منطيني اياها بالجنيه المصري، ما ادري ايش مالكم دخل بي. الادفانتج مالته سمبل سبيسيفيك سبيد هذا سنسيتيف اند كوست. تمام، ابلكيشن. اوكي، بيش شنو اطبق البي سي ار؟ مجرد العب وكونت بي سي ار وطلعت روحي حتى كونته وسويته، شنو اني احتاجه؟ اول شيء احتاجه للابحاث، للمختبر، احتاجه للتعبير الجيني، احتاجه بعلم العقاقير اللي لها علاقه بالجينات، احتاجه بهاي الاشياء اللي ذاكرها. تمام، احتاجه دي ان اي كوانتيتيف، يعني شنو دي ان اي؟ باحو ترى البي سي ار شو يكشف لي؟ ما يكشف لي عن انتي بودي، عن انتي جين، ترى البي سي ار ده يكشف عن هذه، عن دي ان اي، عن حامض نووي خاص بالمايكرو اورجانيزم. اوكي، هذا شنو كوانتيتيف؟ يعني شنو كوانتيتيف؟ راح يهمتني يعطيني الكميه بانواع. انا ايش قلت لكم؟ بانواع. نجي على هذا ابو الريل تايم بي سي ار كوانتيتيف ريل تايم. من اسمه كوانتيتيف، شنو يعني كوانتيتيف؟ راح يعطيني عدد الفيروسات. هذاك ابو هذا الجهاز اللي استخدمته، هذا بس يقول لي يس اور نو. هذا اللي موجود هنا نسميه اللي هو كونفتينيشن او يسموه كوالتيتيف، هذا يعطيني فقط شنو؟ يس اور نو. هذا بي هيربس فايروس يس، ما بي نو. تمام، الريل تايم راح يعطيني عدد. هذا الريل تايم شلون راح يعطيني عدد وشلون ده يصير ولا اخره؟ اول شيء باعوا انه الريل تايم ايش راح يستخدم بيه؟ راح يستخدمون هاي الطريقه، استخدم انه فلورسنس داي صبغه فلورسنس، هاي الصبغه كلش كلش مهمه حفظوها، اللي هي سايبر جرين. اوكي، سايبر جرين اور شنو او شنو او شنو راح يجيبون صبغه تحتوي على البروب اللي حكيته لكم بالبدايه. هاي مثل يا شنو الصبغه اللي تحتوي على البروب؟ اللي هي تاكما. اوكي، لحد الان انه هذه انه التقنيه الثانيه، انا قلت البي سي ار بي 5 تقنيات، البي سي ار كم تقنيه بي؟ 5. ام الريل تايم مال بي سي ار هاي ايش راح استخدم؟ راح استخدم عندي بها طريقتين، اما فلورنس استخدم طبقه صبغه فلورنسس يا هي نسميها سايبر جرين. اوكي، اور صبغه ايش تحتوي؟ دي ان اي بروب، هاي الصبغه تحتوي على دي ان اي بروب، هذا الدي ان اي بروب راح يرتبط ويا الدي ان اي مال الفيروس راح ينطيني لون. عرفتوا؟ هذا كل ما في الامر. يا هي مثل شنو؟ مثل هاي التاك مان. اوكي، هاي تحدد لي الكميه امونت. اوكي، نجي على اليمن على هاي مال ريفيرس ترانسكريبشن. ريفيرس ترانسكريبشن اول شيء شنو ريفيرس ترانسكريبشن؟ بعض الفيروسات مو كلها دي ان اي ار ان اي، اريد اسوي لها البي سي ار، تقنيه البي سي ار فقط دي ان اي. ليش بالله؟ لان اولا انه هاي انه الار ان اي شنو الار ان اي بدرجه الحراره يعني مو نفس هذه، ما يتحمل مثل الدي ان اي. اوكي، فما اقدر اسوي له بي سي ار لان انا وصلت بال 90 درجه الحراره فما اقدر، فلازم انه هذه الفيروسات اللي تحتوي على الار ان اي لازم شنو احولها الى دي ان اي. هذا كل ما في الامر. هاي التقنيه لمن استخدمها للفيروسات اللي عندهم ار ان اي اريد اسوي لها بي سي ار فاجي احولها، بالاضافه انه مرات تصير طفرات بالار ان اي، يعني تصير بي طفرات اريد اعرفها اروح احولها على البي سي، هذا احولها على الدي ان اي. من احولها الدي ان اي الا اسوي بي سي ار، البي سي ار اسوي بالدي ان اي. تمام، فاذا كان عندي فيروس ار ان اي لازم احوله الى دي ان اي. شو يقول لي؟ هذا شيء يسمح لي هاي التقنيه، تسمح لي اشوف احدد الار ان اي الفيرال ار ان اي. اوكي، ليش شلون راح احدده؟ قلت لكم الار ان اي راح احوله الى دي ان اي باستخدام الدي ان اي بوليمرايز. تمام، هاي الادفانتج مالته انه انا راح احدد الار ان اي، يعني قابل بس للفيروسات اللي بها دي ان اي احددها بالبي سي ار، اقدر بهاي التقنيه احدد الفيروسات ام الار ان اي. اوكي، الديس ادفانتج قالت ما اريدها. ها قالت لكم قالت هاي اذا تيجي الصوره هاي ايش راح تجاوبون؟ هذا يا نوع من البي سي ار، هاي يا نوع هي الريفرس ترانسكريبشن. شلون عرفنا؟ من خلال بس تشوفون الار ان اي، يا قلبي انتم بس تشوفون الار ان اي هاي يقول ريفرس يا نوع من البي سي ار ريفرس ترانسكريبشن اللي هي هذه. اوكي، نجي على الثالثه ما ادري الرابعه اللي هي ملتيبلكس بي سي ار. هاي شنو ملتيبل بي سي ار؟ ملتيبلك بي سي ار باو انه هنا انا عندي تيوب واحد، هذا تيوب واحد يمكن بي اكثر من مايكرو اورجانيزم، اكثر من طفره صايره. اللي تيوب الواحد اخلي اكثر من برايمر بي، كل برايمر خاص المايكرو اورجانيزم معين، مثلا هذا خاص للهيبيتايتس، هذا خاص لل بعد يا هو عنده فيروس نقص المناعه. تمام،
السمبلكس فايروس اوكي. لحد الان انا عندي تيوب واحد، هذا التيوب واحد اضيف له اربع سيتات اوكي، اربع سيتات اكثر من هذه. المهم هذا كل سيت سبيسيفيك المايكرو اورجانيزم، عرفتوا؟ مو حسب لكم هاي عشوائي، لا مثلا هاي سبيسيفيك مايكرو اورجانيزم اوكي. هاي حتى احدد اذا واحد مثلا مناعته قليله عنده اكثر من مايكرو اورجانيزم بي، احدد اذا عنده اكثر من طفره اوكي. استخدم هاي التقنيه من تجيكم هاي الصوره تشوفون اكثر من برايمر، ده اخلي بتيوب واحد عرفوا هاي شو نسميها، هاي مولتيبلكس بي سي ار، مولتيبل بي سي ار اوكي. هاني استخدمها شنو البي سي ار هاي؟ must be highly specific اوكي، تكون highly specific يعني هذا البرايمر مو عشوائي، هذا البرايمر انا قلت لكم البرايمر بقواعد نيتروجينيه بسكويماس، هذا السكويماس شنو يكمل لي مال مايكرو اورجانيزم، مثلا يكمل لي الحامض النووي مال هيبيتايتس بي. نجي على من على اخر واحد اللي هو نستد بي سي ار، نستد بي سي ار ما ادري شنو هذا، شنو هذا ايش راح يصير؟ باعوا تتذكرون اني هاي الخطوات الثلاثه بالنهايه صنعت بي سي ار مالتي، البي سي ار الجديد انا ايش راح اسوي؟ هذا البي سي ار اللي انا صنعته راح اسوي بي سي ار ثاني اوكي، والبي سي ار الاول يكون باعوا تتذكرون الخطوات الثلاثه اللي سويته مال ديجنريشن انالينج اند اكستندد حتى اكون بالنهايه بي سي ار تمام اللي خليته بالجهاز. هذا البي سي ار اللي كونته ايش راح استخدم؟ بي سي ار اول ايش راح استخدمه؟ استخدمه قالب لبي سي ار ثاني اوكي. فاذا شنو هاي التقنيه؟ لا اسوي بي سي ار ثاني تمام، بي سي ار ثاني سويته، ومنو كان القالب مالته؟ اللي هو البي سي ار الاول. شنو دي يصير؟ باعوا انه هنا عندي انا عندي بي سي ار، استخدمت بي سي ار ثاني، انه هذا كل ما في الامر انه انا ايش استخدم بي سي ار، اول شيء اسوي بي سي ار اول تمام، وراها اسوي بي سي ار ثاني والقالب مالت البي سي ار الاول. اتمنى تكونون فهمتوا اوكي. هاي سهماتين اعيده، ليش انا دا اسوي بي سي ار ثاني؟ ليش ما اسوي واحد وانشب واسكت؟ ليش دا اسوي كل هذه واتعب؟ ليش دا تقول الدكتوره بالفويس اكو بعض الجينوم ما نقدر الوقفه اوكي، او مثلا الارتباط مال البرايمر هو البي سي ار. شنو البي سي ار بالنهايه اللي تكون؟ هو عباره مو عندي شريطين دي ان اي، واحد ثبتت عليه برايمر واكستنت وصار عندي حامض يعني دي ان اي جديد، شريطين جديدات، هذا اسميه برايمر. قد يكون ارتباط البرايمر بشريط الدي ان اي الاول يكون ضعيف تمام، فاني شو اسوي؟ اسوي بي سي ار ثاني حتى شنو؟ حتى لين اذا صار ضعيف ويعني ونفك الارتباط هاي راح تفشل كل العمليه. فاني ليش راح الجا لهاي العمليه؟ حتى شنو؟ اذا عندي جينوم دا يهرب يعني اريد ادوره اكثر، مدى اقدر القفه اسوي بي سي ار ثاني، يمكن القفه بالثاني اوكي تمام. كذلك قلت لكم شو استخدمه، او اذا كان البرايمر انه البرايمر انه هو قلت لكم البي سي ار هو عباره عن برايمر او عباره عن دي ان اي، احد شريط الدي ان اي الاصلي مرتبط بيه برايمر اللي هو سميه بي سي ار، قد يكون ارتباط البرايمر ضعيف اسوي بي سي ار ثاني. فهذا شيء يكون البي سي ار الثاني بهاي التقنيه. البي سي ار الثاني هاي التقنيه تكون اكثر سنسيتيف، ليش تكون اكثر سنسيتيف؟ لان هنا استخدمت دبل بي سي ار مو دبل بي سي ار واحد اوكي، وتكون سبيسيفيك هماتيا. شنو السايد افكت مالت هاي التقنيه؟ السايد افكت اللي هي الكونتامينيشن، الكونتامينيشن هذه التلوث اند انكريزز الكوست، تزداد التكلفه مالته، انه كلش غالي هاي التقنيه. بس اريد اقول لكم اللي هي نستد بي سي ار، نستد بي سي ار شنو هاي نستد بي سي ار؟ انه انا ايش دا اسوي؟ دا انا مو حضرت البي سي ار او الاول، هذا البي سي ار اول اسوي بي سي ار ثاني، اعتمد البي سي ار ثاني شنو؟ البي سي ار الثاني غير احتاج قالب البي سي ار اول يكون قالب للبي سي ار ثاني. هاي التقنيه يقول يا هي اكثر التقنيات الخمسه تكون اكثر سنسيتيف انت سبيسيفيك، اقول هاي التقنيه ليش اكثر؟ لان هنا استخدمت تو بي سي ار. ليش اسوي هاي التقنيه؟ قلت لكم اذا عندي جينوم مدى اقدر القفل، واذا اكو شنو ارتباط ضعيف والاخره. خلصت الملزمه، بس اريد اراجع لكم اياها بصوره سريعه كلش كلش. باو عندي البي سي ار خمس انواع منه، هذا النوع الاول شو يكون؟ كوانتيتيف، كوانتيتيف لو كوالتيتيف، يكون النوع الاول كوالتيتيف بس راح يقول لي شو نوع المايكرو اورجانيزم. الريل تايم هذا راح يحدد لي شنو؟ راح يحدد لي هذا عدد الكوانتيتيف، عدد المايكرو اورجانيزم. الناستد بي سي ار اللي قلت لكم اللي يكون اكثر سبيسيفيك، اكثر تقنيه يكون سبيسيفيك، وهاي اكثر وحده تكون سبيسيفيك يا هي تكون هذه. ليش؟ لان استخدمت تو بي سي ار، مو قلت لكم راح اسوي بي سي ار اول وراها البي سي ار الاول يكون قالب لبي سي ار ثاني، يعني لازم بهاي التقنيه ومنستد اسوي بي سي ار ثاني، ويكون هذا الملتيبلكس بي سي ار شو وقت استخدمه؟ لما اخلي اكثر من سيت بتيوب واحد حتى اكتشف اذا اكثر من مايكرو اورجانيزم. واخر وحده اللي هي ريفرس ترانسكريبشن، المهم احول الار ان اي الى دي ان اي حتى اكشف اذا صارت موتيشن بالدي ان اي ولا اخره. وخلصت المحاضره، اتمنى تكونون فهمتوا، حيل تعبت والله. خلاص.